اتليتا 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 يا اخوان مفيش نو اتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية اتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن إكليتا مرة إكليتا 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 عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني إكليتا 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 يا أخوان ضد غيكتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني اتليتا يا اتليتا 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 تلفونك يا سلام شكرا لك انت وحلال هالمال الحرز مضيع تسلم شكلك غريب ما شفتك قبل كده يعني انا تقول من هنا وما من هنا ما قادر افهم كيف اصلا بنجي هنا اجازات هنا ساكنين مع جدو عبد الباسط عبد الباسط هاي بعرفه بابا اصلا سوداني وماما لبنانيه اجيب لك ركشه لا لا شكرا لك انا خليت السياره في البيت بس حبيت اتمشى شويه كده انا حسن عبد الدايم وانا ميادة مصطفى عبد الباسط لكن لو قلتي حسن عبد الدايم ما بعرفوني قولي عكليتا عك عك عكليتا 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 اي عك لا يا عكليتا عكليتا انت كسر العين عي عكليتا عك عكليتا عك عكليتا عكليتا يا جلال ها ايوه 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 اديني صابونه يا جلال النبي في ذمتك دي صابونه كل واحد جلال انا بتكلم معاك وتك دي صابونه اسمعي اها ديك منو دي بنت ناس عبد الباسط عبد الباسط ابوها لا لا عبد الباسط جدها امها لبنانيه هي جاتها من لبنان ابوها مصطفى بالله وتعال نسألك انت بتعين لها كده مالك يا اخوي العلم بالشي ولا الجهل به هاي يما شعري ده كده مرتب مهندم شعرك خلو انت ماشي وين ماشي ليه مش بقى قريب هنا وجاي قريب وين عاد المعنى يعني هسه كان جه زول ساك السعر كده منك من اصحابك ديل اقول له شنو اقول له ما عارفه يما والله انا كان كلمتك بالزغرة دي أنا في الحقيقة ذا ليا لستة بأسرة عبد الباسط وبالأخص ولده مصطفى بأولاده من اللبنانية ويش معنى اللبنانية؟ في الحقيقة أنا ماشي سياحة للبنان كتر خيرك يا ولدي والله يا حاج بعد ده كله نحن والله مقصرين معاك المفروض والله الواحد يتمم عليك ويشوفك دار شنو محتاج شنو لكن أجل الظروف بس ما شغل الحياة هاي معليش معليش يا ولدي معليش معليش ولا لكن اليوم ده يومك انت داير نحن انت تخدم اي حاجه داير تعملها نحن مستعدين ما شاء الله عليك يا كتر خيرك وبارك الله فيك بس انا عندي حاجه واحده نعم عندي الحيطه دي لا 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 تصلح تزبط ما عندك اي مشكله وشوف يا حاجه صرت الرحم دي اهم حاجه في الدنيا ولا قلت شنو صح كلامك والله الدنيا دي ما فيها خير الله يطيب العمل الله يبارك معرفتك ود منين انت انا جلال ود عبد الرحمن برضو معرفتك شوفي حاجه اوقع عليك جدي عبد الرحمن وجدي عبد الباسط لازم كده اولاد خالات
والله لازم طوالي كده. سامح. وين عبد الباسط؟ الله يرحمه، يتوفى له 10 سنين. الله. كويس. وين ولده مصطفى؟ ما عندي ولد اسمه مصطفى. لا مصطفى اللي تزوج اللبنانية. ما عندي والله الكلام ده، ما سمعته إلا منك أنت. ولدي واحد اسمه أحمد في القاهرة. ماك الظاهر إني من غلط. طيب اثنين لوري رملة، تمام، واحد لوري مونة هاي. طيب دايرين تاني اسمنتي يا عكليتا، اسمنتي يا اسمك منو يا حاج؟ اها. الاسمنتي الطن فيه كم شوال؟ فوق 20 شوال. 20 ايوه. طن اسمنتي، تمام كده. قلت لك يا حاج. نعم. مصطفى ولدك وين؟ مصطفى ولدي؟ اي مصطفى منو؟ مصطفى ولدك المزوجة اللبنانية. انا عندي ولدي حمدان. حمدان بس عندي ولد واحد حمدان. هو مزوجة اللبنانية؟ لا حمدان ده متزوج بخيطة بتدابي. ما عندك مصطفى؟ ابدا. ولا عندك ولد متزوج لبنانية؟ ابدا ابدا. هاي يعني حيطة حيطة ثاي؟ ها؟ ابني لي حيطة في الفاضي ثاي؟ عتليتا يا اخوان، في شنو؟ عتليتا دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عتليتا الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة. عتليتا يا عتليتا عتليتا عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. عتليتا 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 يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني.